بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. يخطئ البعض باستخدام ظالم للثأر من ظالم آخر، وهذا الخطأ يؤدي دائما وأبدا إلى مزيد من الظلم. والظلم هو جور وتعدي يقوم به شخص بحق شخص آخر من دون أي مبرر إلا الإساءة والاعتداء. والخطأ باستخدام ظالم للثأر من ظالم آخر يأتي عادة كنتيجة خاطئة لماهية العدل. يعني شو هو العدل؟ هو في الأساس فضيلة أخلاقية بتمتع فيها الإنسان لإعطاء كل ذي حق حقه، والإنصاف في الحكم على الناس وتجنب الظلم، هيدا هو العدل. فإذا جيت أنت استخدمت ظالم للثأر من ظالم آخر اعتدى عليك وعلى ممتلكاتك، بتكون بذلك قد شاركت أنت في تأسيس ظلم جديد اعتدى على حقوق وممتلكات الآخرين ولو كانوا هم من الظالمين. يعني بصراحة من يشارك في أي ظلم بحق الناس يقع هو في حيرة من أمره، فإما أن يعود عن الخطأ بإرادته وهذا أمر محمود، وإما أن يتعرض لردود فعل من المظلومين ويدفع الثمن، ثمن هذا الظلم، أو يدخل في عالم من المحاكمات والتعويضات وحتى أيضا السجون. ومن يظلم الآخرين يتعرض هو شخصيا إلى شعور من الأسى والندم والحسرة على ما قام به، لأن الظلم لا يرحم في نهاية المطاف ونهايته وخيمة على الظالم والمظلوم معا. فتحية من القلب لمن لا يظلم، وتحية أكبر لمن يدافع عن المظلوم، لأن الظلم في أي مكان يمكن أن يكون ظلما في كل مكان. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.